ثورة الذكاء الاصطناعي لن تتوقف، كل يوم بنشوف تطور كبير في الذكاء الاصطناعي وقد ايه بقى مؤثر، واتفقنا ان الذكاء الاصطناعي هيساعد على تطوير بعض المهن وليس القضاء عليها. اقدر اقول لك ان من لحظة ما شركة ادوبي قررت تدخل التحدي اننا هننبهر كتير الفترة الجاية. النهاردة انا عامل الفيديو ده عشان نخطو سويا مع شركة ادوبي، ونتكلم النهاردة عن موقع رائع يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو موقع ادوبي فاير فلاي. السيدات والسادة اهلا بكم في المستقبل، يلا بينا. احنا دلوقتي على الصفحة الرئيسية لموقع ادوبي فاير فلاي بيتا التابع لشركة ادوبي. الموقع ده موقع رائع، هو بقاله فترة ولكن ما كانش متاح، كان لازم تشترك فيه عشان تقدر تجرب الحاجات دي كلها. النهاردة اقدر اقولك ان انت تقدر تجربه مجانا ومتاح على الموقع، لكن لو هتستخدم الحاجات ديت على ادوبي فوتوشوب فلازم تكون مشترك في الفوتوشوب. هنا دلوقتي احنا على منصة ادوبي فاير فلاي او موقع ادوبي فاير فلاي. بكل بساطة هنا لو حابب ان انت تشترك في الموقع بنيجي هنا نعمل ساين ان عشان يحولك على صفحة الاشتراك. طبعا الاشتراكات سهلة، يعني بكل بساطة تقدر تشترك عن طريق جوجل او عن طريق فيسبوك، وممكن تشترك عن طريق ابل. لو عندك جوجل تقدر بكل بساطة تختار الايميل الخاص بيك عشان يحولك تلقائيا على الموقع. بعد ما تشترك هتقدر ان انت تجرب الموقع عادي جدا. عندك هنا مثلا الهوم، لو جينا فوق هنا عندنا كذا قائمة، اول حاجة معنا هي الهوم اللي هتلاقي فيها الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها. عندك هنا اول حاجة مثلا بيقول لك تكست تو ايمج، يعني تقدر تحول النص لصورة. هنا جنريتيف فيل، ده ان انت تقدر تعمل فيل للصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواء بقى هتعمل ريموف للخلفية، سواء ان انت ممكن تعمل ريموف لخلفية وتختار او تكتب له ان هو يحط لك خلفية مختلفة، حاجات كتيرة جدا هنجربها مع بعض دلوقتي. وهنا تقدر تعمل تكست افكتس اللي من خلالها تقدر ان انت تكتب بالطريقة الاحترافية اللي قدامك دي، بصراحة شكلها روعة كده. برضو عندك الجنريتيف كولر ان انت او الجنريتيف ريكولر، تقدر تغير الالوان زي ما انت شايف، لو مثلا هي باللون ده تقدر بكل بساطة تديله امر ان هو يحولها لك للالوان زي دي. ولسه في حاجات تانية، مثلا عندك 3D to image، ده كله برضو لسه تحت التجربة وممكن تستخدمه لكن لو اشتركت في الموقع. هتنزل تحت هنا برضو هتلاقي فيديو هيوضح لك ازاي تستخدم الموقع، او هنا برضو في حاجات لسه ما زالت تحت الانشاء، زي مثلا عندك هنا سكتش تو ايمج، هنا تكست تو بروش لو عايز ان انت تحول مثلا رسمه معانا البروش تقدر باستخدام الموقع ده. نطلع تاني فوق بقى هنا ونبدا ان احنا نشوف معانا ايه تاني. تعال نجرب بس كده قبل ما نبدا نروح على الجاليري اللي هنلاقي فيه تصميمات كتيره جدا معموله بالموقع. بصراحه في هنا ميزه حلوه ان هو مثلا هنا لما بيديك تصميم تقدر ان انت تفتحه بالشكل ده، هتلاحظ هنا الاربع تصميمات اللي طلعوا في التصميم ده، ودي الصفحه اللي بيبقى فيها المكان اللي تقدر من خلاله تكتب هنا كلام عشان يطلع هنا بالشكل ده. وكذلك الامر بيديك هنا مواصفات حلوه هنشرحها دلوقتي، لكن نرجع تاني هنا للجاليري بتاعنا عشان نشوف ايه التصميمات اللي موجوده. على فكره تصميمات حلوه قوي. طبعا زي احنا متفقين ان ادوبي فاير فلاي هيكون المنافس الاقوى لموقع ميدجورني وممكن يتجاوز موقع ميدجورني، والجميل طبعا ان احنا دلوقتي بنستخدمه عادي جدا، مش لازم ان احنا نكون مشتركين زي ميدجورني. نرجع تاني هنا هنلاحظ بقى هنا عندك تكست تو ايمج، هتروح بكل بساطه هتدوس على جنريت عشان يحولك هنا على صفحة دي، هتلاقي فيها برومبتس كتير جدا. ممكن هنا تيجي مثلا يقول لك عايز تجرب حاجة، فانت عجبك حاجة مثلا هنا ممكن تروح دايس على هنا تراي برومبت عشان يحولك تاني هنا على الصفحة دي. هو هنا جايب لك طبعا زي ما انت شايف هنا التصميم ده عبارة عن كيوت فلوفي بلو بول انيمال ايتينج بانانا ان اميستي ماجيكال فورست. بصراحة حلوة قوي، وطبعا الفلاتر هنا جميلة قوي. هنا بقى نقدر ان احنا بكل بساطة نكتب الكلام اللي احنا عايزينه ونشوف هيطلع معانا ازاي. هنا طبعا برضو تقدر تتحكم في الاسبكت ريشيو اللي انت الابعاد بتاعتك، وليكن مثلا انا عايز مثلا اعمل وايد سكرين، هنا طبعا بديك مسات جميله قوي، عايز فيرتيكال سكوير بورتريت، كذا حاجه حلوه قوي تقدر تستخدمها. وعندك هنا الستايلز جايب لك اكتر من ستايلز، هنا البوبولار موفمنت سيمز اكتر من حاجه، كذلك الامر هنا جايب لك بعض الاشكال لو انت حابب تختار حاجه. الكلر اند تون برضو تقدر تختار منها الوان، لايتنج تقدر تختار منها، وعندك هنا الكومبوزيشن تقدر برضه تختار منها هنا بالشكل ده. طيب تعالوا بقى نجرب احنا نكتب حاجه ونشوف هتطلع معانا ازاي. هنا انا كتبت برومبت بطلب من موقع فاير فلاي عايز ان هو يعمل لي فوكس ادفنشر، يعني عايز ثعلب يكون محارب، ومديله بعض الصفات زي اويل بينتنج، بيوتيفل لايتنج، فانتازي، شويه تفاصيل كده ممكن ان انت تكتبها زي رياليستيك رياليزم، حاجات كده معينه بنكتبها في البرومبت عشان خاطر يطلع لنا تصميم كويس. وهنا مش هنضيف اي شيء، لو احنا طبعا عايزين نعدل يبقى احنا بكل بساطه نقدر ان احنا نختار اي حاجه من هنا. احنا عايزين بس نشرح استخدام الموقع النهارده وبعد كده نتكلم بتفاصيل اكتر عن الشغل ده، اكيد هنعمل عليه شغل كتير.
واجي نعمل جنريت عشان ننتظر التصميم بتاعنا وفي النهايه يطلع معانا بالشكل ده. وبالفعل طلع معانا هنا اربع تصميمات، طبعا تقدر تختار مثلا منهم تصميم. تيجي مثلا نجرب نفتح تصميم زي ده كده، لو دوسنا عليه هيجيب لك التصميم كده بالشكل ده، حلو قوي، الالوان كويسه. احنا طبعا زي ما قلنا ما اخترناش اي حاجه. هنا مثلا جايب لك بقى حاجات برضو تقدر تستخدمها، لو انت بيقول لك عايز شو سيميلار يعني نعرض حاجات شبهه. وهنا لو بيقول لك لو انت عايز تعمل جنريتيف فيل، يعني لو ضغطنا هنا مثلا جنريتيف فيل وجينا مثلا حددنا اي حاجه هنا اي مكان هنا، مثلا ممكن نحدد مكان زي ده كده، بكل بساطه هو حولك هنا. خلي بالك على الجنريتيف فيل اللي بتيجي هنا، مثلا ممكن تقول له دوج مثلا وتعمل جنريت، فبكل بساطه هنا هيحاول بقدر الامكان ان هو يضيف لك الجزء اللي انت مسحته ده ويحط لك فيه تصميم بالشكل ده. ظهر هنا اكتر من حاجه تقدر طبعا تبدل ما بينهم وتشوف اللي يعجبك. مش هيبقى احسن شيء، لكن بعد كده اكيد هنتعلم من ازاي نتعامل اكتر مع الجنريتيف فيل. نروح بقى على الجنريتيف فيل طبعا اللي احنا كنا فيها دلوقتي، تقدر برضه تفتحها من هنا. لو جينا هنا على الجنريتيف فيل، طبعا انت عندك هنا اكتر من تصميم بيقول لك لو انت حابب تجرب اي حاجه من الحاجات دي. تعال كده نجرب مثلا ناخد البنت دي، هيفتح لنا دي هنا ونشوف ايه اللي موجود عندنا. هنا عندك انسيرت، لو جينا هنا مثلا بكل بساطه مشينا كده هتلاحظ ان هو بيمسح لك اي مكان انت عايزه، تمام. وهنا سبتراكت، لو جينا هنا عملنا كده بيرجع لك اي حاجه انت مسحتها تاني بالشكل ده. بقى عندنا هنا الانسيرت جايب لك اول حاجه اد ان انت هتمسح، وسبتراكت ان انت بترجع تاني. السيتنجز دي خاصه بالبراش، لو انت حجم البراش عايزها بقى والسوفت والنست والكلام ده والاوباستي تقدر انت تتحكم فيها من هنا. طيب هنا برضو عندك بكل بساطه بيقول لك في باك جراوند، انت عايز مثلا تعمل ازاي الباك جراوند ده. حاجه عجباني قوي في الموقع ان هو بيعمل باك جراوند بطريقه احترافيه قوي. دوست عليه بالشكل ده هيعمل لك تفريغ للخلفيه بالشكل ده، طريقه جميله جدا. واللي بناء عليها برضو تقدر ان انت تحط اي مواصفات لخلفيه ثانيه مثلا انت عايزها، ممكن نقول له باريس. نختار جنريت، ظهر لي هنا اربع تصميمات وعمل لك فعلا خلفيه فيها بلور حلو قوي. تقدر تختار، بس يعني انا مش عايز اقول اكتر من كده، مش هنقدر نفرق ما بين الحقيقه وما بين الذكاء الاصطناعي. بصراحه شغل تحفه جدا. لو عجبك طبعا الشغل ده بكل بساطه تقدر تقول له كيب، وبناء عليه بتعمل هنا داونلود عشان تعمل تحميل للصوره. هنا طبعا بيديك بعض التفاصيل، هنا بيقول لك ان الصوره ديت هتبقى تابعة للموقع، بتعمل كونتينيو وفعلا هو بينزلها لك، ولكن بيبقى عليها لوجو موقع ادوبي لان طبعا دي نسخه مجانيه. فسياسه ان انت تستخدم الصور في موقع ادوبي لازم تكون فاهمها جدا، هنا زي ما احنا شايفين كده. نيجي بعد كده بقى عندك حاجه اسمها تكست افكتس، ودي ابلاي ستايل اور تكست تو تكست. تعال هنا نجربها، هنا نعمل جنريت، هيحاول هنا على الصفحه دي. هنا طبعا هتلاقي اشكال كتيره جدا، ممكن تختار اي شكل انت عايزه. مثلا هختار ده واقول له تراي برومبت، هيحولك على التصميم اللي تم باستخدام الستايل ده. وبرده هنا بيجيب لك اكتر من ستايل كتير، يعني هنا مثلا جايب لك حوالي 6، بيقول لك فيو اول، يعني ممكن تلاقي اكتر من كده. وهنا تكست افكت، عايز تكست افكت شكله عامل ازاي، وبعض التفاصيل الاخرى زي الكالرز بتاع الخلفيه، وبتقدر تختار طبعا الالوان اللي انت عايزها. طيب ازاي بقى اضيف، مثلا عايز مثلا اضيف اسمي، هكتب هنا مثلا ايه محمود، ظهر اسم محمود بالشكل ده بنفس الخط اللي احنا شايفينه ده، واللي بناء عليه بيبدا ان هو يحول لك الخط للشكل ده. عايز اعدل بقى، لا انا عايز مثلا اخليه بالشكل ده، هيبدا يعدل لك عليه. عايز تغير الستايل نفسه، هيبدا ان هو يغير لك الستايل. وفي يعني بكل بساطه هيروح عامل لك على طول الستايل بتاعك بالشكل ده. الخلفيه تقدر تغيرها من لون، هنا تقدر تختار لون زي ده زي ده، زي ما انت حابب. لو عجبك التصميم بكل بساطه تقدر تيجي هنا وتعمل داونلود برده، عشان هنا تعمل له كونتينيو وتنزله بكل بساطه. نيجي لاخر حاجه هنا متاحه لنا، ان احنا نقدر نعمل جنريتيف ريكالر. هنا لو جيت عملت جنريتيف ريكالر ضغطت عليها، هيقول لك هنا حمل ملف بصيغه اس في جي، بس طبعا انا ما عنديش ملفات بصيغه الاس في جي، فانا ممكن اختار اي شيء من هنا مثلا زي ده واقول له تراي برومبت، هيحولنا هنا للستايل، واللي من خلاله هتقدر ان انت بقى ايه تعدل بقى تختار زي ما انت حابب. هنا مثلا عجبك اي تصميم اي شكل ممكن ان انت تعمله، هو بالفعل عمل لنا هنا بعض التغييرات، فانت بقى تقدر ان انت برضو تضيف الوان معينه تظهر معاك هنا. عجبك التصميمات اهلا وسهلا، ممكن لو فتحتها هنا تعجبك تعملها داونلود، وتقدر ان طبعا تبدل ما بينهم عشان تشوف اللي انت عايزه. لذيذة برضه، اكيد في ناس بتستخدم النوعيات ديت وبتقدر تعمل بيها شغل كويس. في حاجات تانية لسه كتير تحت الانشاء ان شاء الله تفتح معانا قريب، بس بصراحة تقييم لموقع ادوبي فاير فلاي اعتقد ان دي بداية جديدة جدا لمواقع تصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي. اللي فات كوم وده كوم، وبس نخلي بالنا ضروري من حتة سياسة الصور على الموقع ده عشان الناس اللي هتستخدمها، لكن طبعا انت تقدر تعمل شغل احترافي جدا على الموقع. عجبني قوي موضوع الجنريتيف فيل ده،
رائع جدا باستخدام موقع ادوبي فاير فلاي. وبكده تبقى نهاية حلقة النهاردة، شرحت لك موقع فاير فلاي وازاي ان انت تستخدمه، وان شاء الله انتظرونا في حلقات جديدة نتكلم اكتر عن استخدام الموقع، واي تفاصيل هتظهر هنتكلم عنها باذن الله. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. وفي النهاية السلام عليكم.